يعتبر البازين من أشهر الأكلات الليبية التقليدية، وممكن احنا بس يلي نديرو فيه. وللوصفة هي تاريخ كبير من مئات السنين، وبالتحديد في عصر العالم والرحال ابن خلدون. راح نسمع الحكاية مع بعضنا. ولد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون عام 1332 في تونس، حتى تخرج من جامعة الزيتونة وانتقل بعدها في بلاد المغرب حتى يكمل تعليمه. وكان ينتقل ويرحل بين كل دول شمال أفريقيا، بين منطقة غرناطة وتلمسان وفاس، وبعدها انتقل إلى مدينة إشبيلية وألف عدة من الكتب، ليرجع بعدها إلى المغرب وبالتحديد إلى قلعة ابن سلامة، واستقر فيها لمدة 4 أعوام كاملين. كان ابن خلدون من الشخصيات المؤثرة اجتماعيا، وكان محبوب لدى العامة. زار ليبيا وبالتحديد في منطقة وادي سوف، وتعرف على قبيلة ابن يزيد يلي كانت مشهورة في زراعة القمح وتربية المواشي، ليستكمل بعدها رحلته إلى مصر. ساهم ابن خلدون في نشر العلم والثقافة الاجتماعية، وكان يطمح أن يقضي على الجهل والأمية. وفي أثناء رجعته من مصر إلى بلاده تونس، كانت عليها علامات التعب السفر. استقر ابن خلدون عند قبيلة ابن يزيد، فاستقبلوا أهل القبيلة فورا وحضروا لي خبز الشعير مطبوخ على شكل أقراص، ليتم تجميعها إلى قرص كبير ويضعوه في نص الصحن، ويضيفوا حواليه مرق وقطعة من اللحم، ليستكمل رحلته ابن خلدون إلى تونس. وكان مبهور جدا من الوصفة، لدرجة أنه سماها إلى مدينته في تونس وبالتحديد في منطقة صفاقس، واشتهرت الوصفة هي بقبيلة بن يزيد. كان أغلب الرحال المسافرين للحج كانوا يمروا على أهل القبيلة حتى يجربوا الوليمة، لحد ما أطلق عليها البازين على اسم قبيلة بن يزيد. وارتبطت الوصفة هي بالمناسبات الكبيرة وخصوصا في الأعراس. ويذكر المؤرخ حسن بن وزان يلي زار مدينة طرابلس عام 1718 إن كان الغذاء الأساسي في مدينة طرابلس، وكان من أكثر الوجبات شعبيا وانتشارا في الغرب الليبي. أما الرحال الإنجليزي جون فرانسيس ليون يلي زار مدينة بنوليد عام 1880، تذوق البازين وعجباته لدرجة أنها كتبها في مذكراتها. ويلي ميزنا ليومنا هذا أن ما زلنا محافظين على أكلنا التقليدي بكل مكوناته، ويعتبر البازين من أقدم الأكلات يلي عرفتها ليبيا، وهو الهوية الرئيسية للأكل التقليدي، وكل منطقة في ليبيا تفننت فيه. فعلى سبيل المثال مدينة زوارة يلي حضروا فيه بالحوت، وتعتبر مدينة غريان من أشهر من يحضر في البازين. ولازم احنا كونا ليبيين نفتخروا بوصفاتنا. وهذه كانت حكاية البازين. ما تنسوش اللايك وشير وديروا منشن يلي فالح في البازين. كان معكم إيهاب بن رجب.